تشكيل المثالي للعرب على مر تاريخ المونديال. وعادل سعد في الفصل قال لي بص هيبقى فيه مفاجأة كبيرة جدا في التشكيل فأنا مستني. يعني بص محمودي طبعا مشاركة مصر في 34، مشاركة المغرب في 70، مشاركة كمان تونس في 78، نوعا ما هنستبعدهم. أنا عامل ثلاث معايير للموضوع ده. المعيار الأول الإنجاز وهو عبور كويس دور المجموعات. دور الأول المعيار الثاني المشاركه عده مرات بالنسبه للاعبين، لان ده امر مهم جدا ما ينفعش ان انا اساوي ده بده. وفي امر ثاني هيرجع ليا اللي هو اداء استثنائي، يعني ممكن يكون لاعب شارك مشاركه واحده ولكن اداؤه كان اداء استثنائي بشكل كبير جدا ما حدش قدر ان هو يعمله حتى في مشاركتين او ثلاثه. فما فيش مصريين للاسف. طب نشوف. للاسف بادو الزاكي حارس مرمى، بادو الزاكي حارس مرمى وكانت بالنسبه لي هو الدعاية 10 مباريات في كاس العالم، اكتر عربي لعب 10 مباريات، ما لعبش يمكن بس في 2006 اللي مبروك زايد لعب فيها، ولكن بادو الزاكي اداؤه الاستثنائي في بطوله 86 وتاهل المغرب كاول فريق عربي يتاهل من دور المجموعات كان امر يخلينا احط بادو الزاكي وانا مغمض عيني، لان بادو الزاكي كمان كان احسن لاعب في افريقيا. شعبان مرزقاني كلمت عنه قبل كده. النايبت طبعا مجيد بوجره وعبد الكريم الحضروي كلمنا عنه قبل كده فمنطقي. فؤاد انور طبعا اسطوره السعوديه. رياض البوعزيزي، رياض البوعزيزي ثلاث مشاركات في كاس العالم مع محمودي، بتتكلم عن 8 مباريات لعبهم في 98 و2002 و2006، واحد من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره التونسيه، يمكن ده الوحيد يمكن في التشكيله اللي قدامك كلها اللي منتخب بلده ما عبرش دور المجموعات. صحيح في لسه هنتكلم على اللعيبه ما عبرتش، ولكن منتخب بلدها عبر ما عدا رياض البوعزيزي من تونس. ثلاثي الجزائر عصاد وبلومي وماجر. بص عصاد تسجيله هدفين في 82 ورابح ماجر وبلومي لولا المشكله اللي حصلت بتاع خيخون والمؤامره اللي حصلت على المنتخب الجزائري في الوقت ده، كان الجزائر بكل سهوله ستعبر دور المجموعات كاول منتخب عربي، فما كنتش اقدر ان انا اتخطى خالص صلاح عصاد ورابح ماجر والاخضر بلومي اللي شاركوا مشاركتين في كاس العالم 82 وماجر طبعا معروف. سامي صلاح لا حتى بالهدفين مع السعوديه. شوف بالهدفين لو هتتكلم هتتكلم عن عبد الرحمن فوزي من مصر، صلاح عصاد من مصر، عبد الرزاق خيري من المغرب، فؤاد انور من السعوديه، بتتكلم عبد الجليل حده، بصير صلاح الدين، وهب الخزري. ففي اللي سجل في مباريات كانت اكثر حسما مش ماتش اتغلبته وخلاص يعني. وفي لعيبه سجلت كتير هدفين. وسامي الجابر اخترته كمان موجود في التشكيله. سامي الجابر ده عم المونديال في العرب طبعا، انت بتتكلم الهداف العربي التاريخي بثلاث اهداف، شارك في نسخ كتيره جدا من كاس العالم محمود، بتتكلم في اربع نسخ مشارك، ده الوحيد بقى اللي شارك في الاربع نسخ يعني الدعيه ما شاركش في 2006، فما كانش ينفع ان انا اتخطى سامي الجابر. وبالمناسبه هو ومحمد الدعيه اكتر اثنين عرب شاركهم في كاس العالم، واحد لعب في الاربعه وواحد اللي هو الدعيه ما لعبش بس في 2006. نورتنا وشرفتنا يا نجم، ربنا يخليك يا محمود. كانش في اسئله صعبه النهارده. الدنيا كانت شكرا جزيلا ليك دكتور عادل سعد مؤرخنا ومحللنا الرياضي، كان هو ضيفنا النهارده في حلقه سوبر ليج اللي انتهت في هذا التوقيت اثنين وجمعه في رمضان، لكن من 12 بالليل باذن الله من الساعه 12 للساعه 1. اشكركم شكرا جزيلا ولكم مني ومن كل طاقم العمل في استديوهاتنا في القاهره كل التحيه والى اللقاء.